مساء الخير جميعا، معكم شاهر رسلان وأهلا وسهلا بكم من جديد. في هذا الفيديو سوف أتحدث معكم عن أهم الأفعال في اللغة الألمانية التي تأتي مع أحرف جر، وطبعا تأتي مع حالات إعرابية يعني مختلفة مثل حالة النصب وحالة الجر، وهذا الموضوع يعني يشكل صعوبات كبيرة لدى الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية كلغة أجنبية. فقبل أن نبدأ هذا الفيديو أتمنى من الجميع الإعجاب به وأيضا الاشتراك في القناة. الفعل الأول لفيديو اليوم هو فعل glauben ويأتي مع حرف الجر an، وهذا يعني glauben an، وتأتي بعده حالة نصب وهي حالة accusative. أقول على سبيل المثال ich glaube an deine Ehrlichkeit، وهذا يعني أنا أؤمن بصدقك. إذن die Ehrlichkeit يعني الصدق، وعندما أقول ich glaube عن deine Ehrlichkeit هذا يعني أنا أؤمن بصدق، بما معناه أنا أصدقك. الفعل الثاني هو abhängen von، وهذا يعني اعتمد على مع حرف الجر von، وتأتي بعده حالة داتيف حالة جر. أقول على سبيل المثال ob wir morgen ans Meer fahren hängt vom Wetter ab، هذا يعني هذا يعتمد على الطقس، إذا كنا غدا سنذهب إلى البحر. إذن ob wir morgen ans Meer fahren hängt vom Wetter ab، وكما تلاحظون هنا vom Wetter أي أن الفن زائد ديم von dem Wetter، هذا يعني اختصار لها vom، و das Wetter تصبح ديم بحالة الجر، ولهذا قلنا vom Wetter. إذن ob wir morgen ans Meer fahren hängt vom Wetter ab، إذا كنا سنذهب غدا إلى البحر هذا يعتمد على الطقس. وكما تلاحظون هنا أنه عند الذهاب إلى البحر نستخدم حرف الجر an زائد حالة نصب ans اختصار لحرف الجر an والارتكل das، إذن ich fahre an das Meer أو ich fahre ans Meer اختصار. الفعل الذي يليه هو bitten زائد حالة accusative حالة نصب، إذن bitten على سبيل المثال الآن أقرأ أنا حوار أو أقرأ قصة، فأقول للجمهور يعني الذي يستمع إلي أقول ich bitte eure Aufmerksamkeit، هذا يعني أنا أرجو انتباهكم أو يعني أطلب انتباهكم. إذن ich bitte eure Aufmerksamkeit، أنا أرجو انتباهكم أو أطلب انتباهكم. die Aufmerksamkeit يعني الانتباه. الفعل الذي يليه هو schmecken nach زائد حالة داتيف، على سبيل المثال أقول الآن das Essen schmeckt nach Spülmittel، das Essen schmeckt nach Spülmittel، هذا يعني أن الطعام طعمه مثل طعم سائل الجلي، أي أن الأطباق لم يتم غسلها يعني بشكل جيد، ولهذا طعم الطعام يعني أو مذاق الطعام يكون مثل طعم سائل الجلي. فهنا أقول das Essen schmeckt nach Spülmittel، الطعام طعمه مثل طعم أو طعمه مثل سائل الجلي. الفعل الذي يليه هو الفعل diskutieren plus über plus accusative، إذن حرف الجر über يأتي مع الفعل diskutieren، وهنا نقول على سبيل المثال wir haben lange über dieses Thema diskutiert، وهذا يعني أننا ناقشنا أو تناقشنا يعني بهذا الموضوع لفترة طويلة. wir haben lange über dieses Thema diskutiert، أي أننا تناقشنا بهذا الموضوع أو ناقشنا يعني هذا الموضوع لفترة طويلة. إذن das Thema يعني الموضوع، وديسكوتيرن كما قلت يعني ناقشة، وتأتي أو يأتي بعد حرف الجر يبا دائما حالة accusative، ولهذا قلنا يبا dieses Thema. الفعل الذي يليه هو beginnen mit زائد حالة داتيف حالة جر، أقول على سبيل المثال wir beginnen pünktlich mit dem Deutschkurs، وهذا يعني أننا نبدأ دور التعليم اللغة الألمانية في الوقت المحدد، أو نبدأ يعني كورس اللغة الألمانية في الوقت المحدد. إذن mit dem Deutschkurs، ولهذا لهذا قلت يعني أن هذا الفعل يأتي مع حالة داتيف، لأن der Kurs تصبح dem Kurs. إذن wir beginnen
pünktlich mit dem Deutschkurs. والpünktlich هي تعني في الوقت المحدد. والآن سأتلو عليكم أسماء الرابحين في المسابقة التي شرحت عنها في الفيديو السابق. الأسماء هي رنا الشامي من سوريا مستوى اللغة B1. الاسم الثاني هو أشرف من المغرب ومستوى اللغة A1. الاسم الثالث هو عماد يولانا من سوريا مستوى اللغة A2. الاسم الرابع هي أو يعني تكون زكية دوكا من المغرب ومستوى اللغة A2. الاسم الخامس بارودي من ألمانيا ومستوى اللغة B1. والاسم السادس هو راما أبديكوس مستوى اللغة A2 ومن سوريا. إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم. اكتبوا لي بالتعليقات إن كنتم تريدون يعني مثل هذه الفيديوهات في المرة القادمة. شكرا جزيلا على كرم المتابعة والمشاهدة. كان معكم شاهر رسلان، لا تنسونا مدعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.